خمس المحاصرة حي الخالدية، قصف عنيف جدا براجمات الصواريخ وكافة أنواع الأسلحة الصغيرة على الحي من قبل عصابات الأسد. حملة عسكرية شرسة على أحياء خمس المحاصرة، تقوم بها ميليشيات حزب الله. اشتباكات عنيفة وقصف عنيف من قبل عصابات الأسد. الله أكبر. احتراق معظم منازل الحي بسبب القصف براجمات الصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة.